الحمد لله تمام. ولا احنا محتاجين جدا ان احنا نلعب على ارضنا الفتره اللي جايه، احنا بقالنا كتير بنلعب ماتشات من غير جمهور يعني، وده بقى اهم ماتش بالنسبه للشعب المصري كله يعني، ان انت الماتش ده 90 دقيقه هيوصلك كاس عالم. كاس عالم ده ما وصلنالوش من ايام 89 لما هدف حسام حسن في الجزائر وهدف كابتن مجدي عبد الغني في كاس عالم في هولندا، فعايزين نوصل كاس عالم، ونوصل في كاس عالم في البلد اللي هي البرازيل اللي هي بلد كرة القدم ان شاء الله باذن الله. الجمهور يجي، لان الجمهور ده عامل مهم جدا 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 بالنسبه للعيبه منتخب مصر وبالنسبه للمباراه مصيريه في الوصول لكاس العالم.